السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم الصحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، اضغطوا على علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. طبعا كل سيدة دوما ما بتكون أغلب وقتها بتكون في المطبخ في إعداد الطعام وتجهيز الأكلات طبعا لأفراد الأسرة، بتكون طبعا في الحالات دي معرضة لبعض الحروق البسيطة، زي مثلا ممكن وهي بتقدم بتقلي مثلا حاجة في المطبخ يحصل ان الزيت ممكن يتنطر عليها، او ان هي ممكن غير ما تاخد بالها ايدها تيجي في الزيت او اشياء من هذا القبيل. انا هقدم لحضراتكم النهارده وصفه بسيطه جدا استخدمت شخصيا عندي في البيت. حصل ان في البيت الجماعه في عمليه قلي في المطبخ، فالايد جت كده اهوت ببطن الايد في الزيت، وبالتالي يعني سريعا ما فكرت، معرفش هي جابت الفكره منين، لكن على طول استخدمت معجون الاسنان. الطريقة دي يا جماعة طريقة جميلة جدا، هي أخذنا القليل من معجون الأسنان وجينا على المنطقة اللي فيها يعني إيد اتغطت في الزيت تماما، وعملنا كده بمعجون الأسنان على المكان اللي فيه الزيت اللي هو يعني الإيد اتوضعت في الزيت، وسبناه لمدة حوالي ساعة زي ما هو كده هو بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. واللي حصل يعني حاجة عجيبة، ان سبحان الله الالتهابات اللي موجودة في الايد بعد يعني لما الايد اتحطت في الزيت حصل التهابات، وطبعا حضراتكم يعني لا قدر الله لو حد تعرض للحروق بيحس بالحاجات ديت، لا الحاجة ديت اصبحت مش موجودة. وفي نفس الوقت بعد ساعة لما شلنا معجون الاسنان يعني ما حصلش، ان حصل طبعا بعد الحروق بيحصل ساعات انتفاخات وحاجات كده وحاجات معينة، لا الكلام ده كله ما حصلش، التهابات راحت ورجعت الامور لطبيعتها والحمد لله، يعني زال تماما الالم وما حصلش تشوهات. فانا بنصح حضراتكم بالطريقة ديت، استخدموا معجون الاسنان لإزالة الحروق البسيطة اللي ممكن نتعرض ليها. طبعا لو حد مثلا حصل لسع بالنار او اي حاجة من يعني من هذه الاشياء ممكن نستخدم معجون الاسنان، لكن بحب انوه لحضراتكم ان معجون الاسنان طبعا اللي هنستخدمه لازم ما يكونش فيه مادة ملونة ويكون ابيض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، عشان الالوان الاصطناعية ديت بتكون مضرة. بالنسبة لمعجون الأسنان طبعا حابب أقول لحضراتكم أكتر من فايدة ليه في الموضوع دوت، موضوع الحروق، إن هو بيزيل البقع اللي ممكن تظهر عن الحروق، وبالتالي كمان بيوحد لون البشرة وبيفتح الأماكن الداكنة اللي بتكون سبب ناتج عن الحروق، بيخفف طبعا الألم زي ما قلت لحضراتكم، وبيمنع تهيج الجلد وانتفاخه، وان شاء الله بيعجل من شفاء. يبقى هي دي الطريقه يا جماعه، طريقه بسيطه جدا، لو حصل لا قدر الله استعملوا الطريقه ديت ان شاء الله تجيب معاكم نتيجه كويسه. والطريقه دي زي ما قلت هي مجربه وحصلت، انا عرفت الموضوع ده بطريقه صدفه فحبيت اني اقدم لحضراتكم الفايده والمعلومه. اشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.